بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. الدرس السادس هنفتح الاوتلوك باختصار ويندوز كي مع رقم واحد لانه موجود اول ايقونه في التاسك بار. وتعالوا نشوف ايه الحاجات اللي بنستخدم فيها الاوتلوك ونبص على الانترفيس بتاعه قبل ما نبدا نستخدمه. بدءا من 2013 الاوتلوك ابتدى ياخد نفس الشكل اللي اسمه الريبون. الاوتلوك هو مش برنامج خاص بالايميل، هو بيرسونال اورجنايزر، برنامج بتستخدمه عشان ينظم حياتك في العمل. يعني الايميل حاجه من ضمن ست او سبع حاجات يقدر الاوتلوك يعملها، زي انه بيقدر يتعامل مع الكالندر او التقويم، يقدر يتعامل مع الكونتاكتس او جهات الاتصال، تقدر تستخدمه في انك تعمل تاسكس، تقدر تعمل بي نوتس، تقدر تتحكم في الفولدرز اللي في الايميل، تقدر تستخدم حاجه اسمها شورت كاتس زي مثلا اوفيس اوتلوك توداي واوفيس 365. بدا من 2013 الاوتلوك خد هو كمان الشكل بتاع الريبون، والريبون فكرته ببساطه ان هي مجموعه الادوات متقسمه في تبويبات، كل تبويب عباره عن مجموعات، كل مجموعه فيها مجموعه من الاوامر، والتبويبات دي بتختلف طبقا للحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي. يعني لو بصينا هنا على هوم اول حاجه نيو ايميل، لو رحت كونتاكت بيت اول حاجه نيو كونتاكت، وكل الايقونات تقريبا اختلفت. من تحت خالص عندي شريط المهام وهو اللي بيديني نظره سريعه على الورق اللي انا فيه. انا عندي في الكونتاكت مثلا 1900 جهه اتصال، عندي في الايميل في الانبوكس عندي 453 رساله، منهم 100 رساله تقريبا غير مقروءه، عندي هنا 1200 رسالة منهم 23 رسالة غير مقروءة، وهكذا. أقدر أستخدم شريط المهام ده علشان أعرف شريط المعلومات، علشان أعرف المعلومات الأساسية الخاصة بالبرنامج بتاعي، حتى لو في مشكلة في الرسالة والاستقبال بتتكتب في شريط المعلومات تحت. هنا عندي النافيجيشن أو البيبول بين، وده اللي بيديني معلومات عن الاشخاص اللي موجودين في الرساله اللي انا واقف عليها دلوقتي. لو في رسائل قديمه اقدر اروح مباشره للاتاشمنت اللي بيني وبينهم، لو في اي ميتنج زي ما نتعلم بعد كده. اقدر الريبون اعمل له مينيمايز زي ما انتم شفتوا كده. هنتكلم بالتفصيل عن كل عنصر في الاوتلوك وفي الانترفيس بعد ما نبدا نستخدم الاوتلوك.